السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: كيف تجد في ميزانك يوم القيامة جبال من الحسنات؟ قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين فإن الله عز وجل يأخذ هذه الحسن أو هذه الصدقة بيمينه فيربيها لك وينميها لك كما يربي أحدكم فلوة هو حصان الصغير حتى تأتي يوم القيامة كحسنات كثقل جبل أحد. اوعى تبخل، فالمال مال الله. أنفق من مال الله على عيال الله وعلى فقراء الله وعلى مساكين الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت المستفيد ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. مصدق النبي؟ أيوة مصدقه. يبقى خايف ليه؟ أنفق ينفق الله عز وجل عليك، سيزيد مالك، وستجد ذلك في ميزان حسناتك يوم القيامة. لذلك داو مرضاكم بالصدقة إذا كنت بتشتكي من المرض، بل عايز تبعد عن النار اتقوا النار ولو بشق طمرة. عايز دعاء الملائكة؟ ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وفيه ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي كل منفق خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي كل ممسك تلفا. ومن أراد أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق صدقة بيمينه فلعلمت شماله ما أنفقت يمينه. وبذلك تجد في ميزانك يوم القيامة بهذه الجنيهات القليلة حسنات كزكسك لجبل أحد يوم القيامة في ميزان حسناتك. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.